طيب هننتقل هنا الاول. اسهم من قطاع الانتاج الاغذيه هو سهم مجموعه صفوله، فتحت اطار اليوم خلال 3 سنوات عشان نشوف الحركه المتوقعه ممكن تبقى شكلها عامل ازاي. سعر دلوقتي 39 5 تقريبا، 39 5 هنستهدف، يعني في صفقه مضاربيه ممكن تبقى عند 40 50، بس يعني بلاش منها، خلينا ايه نشتغل على اسلوب التجميع او اسلوب استثماري في الوقت الحالي عشان في تصحيح منتظر. طيب اول حاجه انا عندي نمط اي بي ايكوال سي دي بالشكل ده، طبعا هو النمط نمط الخفاش يعني مداري عليه، لكن انا عندي نمط اي بي ايكوال سي دي بالشكل ده، عندي هنا 38% وعندي هنا 224 اهو بالشكل ده. طيب وعندي كمان ترند صاعد مخترق بالشكل ده، وعندي نمط كوب وعنوان، ادي الكوب وادي العبوه. طيب اهداف نمط الكوب والعبوه دي هتبقى فين؟ هتبقى عند منطقه من 28 22 الى منطقه 25 91 اللي هيكتمل عندها النمطين، نمط الاي بي ايكوال سي دي ونمط البات، يعني نمط الخفاش هيكتمل هنا ونمط اي بي ايكوال سي دي كمان هيكتمل هنا. طيب يعني انا الاسعار التجميعيه دلوقتي عندي هتبقى من 28 22 25 91، هستهدف ايه؟ يعني السعر لو مش كده هستهدف اول يعني تعالى بس الاول نقيس الموجه يعني فرضا بان هي مشيت كده، هستهدف اول هدف عندي هيكون 38% 38% فايبوناتشي يتوافق تقريبا مع سعر 38.17 وهيبقى متوسط دخولي 26.50 تقريبا، فهستهدف من 26.50 38.17 هدف اول، وهدف ثاني هيكون عند 61% اللي هيكون عند 44 24، وهدف ثالث هيكون عند 88% اللي هيكون عند منطقه 88%. طبعا فدي فرصه ممتازه جدا ممكن يبقى فيها تتبيله تقريبا يعني. ده غير ان انا عندي هنا كمان نمط قاعين مزدوجين بادئين في التكون، يعني ادي قاع وادي قاع، او ممكن احسبها بقى منطقه طلب ممكن السعر يرجع لها المره الثالثه، ومن المره الثالثه يبدا في الصعود بالشكل ده. هنحسبها بقى ايه لما يرجع لها، نحسب قاعين مزدوجين او ثلاث قاعان على استقامه واحده، ثلاث قاعان مزدوجه، وهبدا احدد اهداف النمط اللي هتبقى عندي بالشكل ده، واحد عند 127 هدف عند 127 وهدف ثاني عند 161، يعني اهدافي ممكن تمتد لاهداف بعيده جدا اللي هي 70، بس ده طبعا على المدى الطويل، مدى طويل جدا كمان، وسعر دخولها هيبقى 26.50 ده المتوسط بتاع الدخول، يعني متوسط دخولي 26.50 وممكن الاهداف بتاعتي تمتد ل 70.12، ففي يعني سهم مجموعه صفوله على المدى البعيد سهم ممتاز جدا، بس نخشه من اماكن صح او نعرف نصطاد السهم من الاماكن الصحيحه اللي نقدر نخش منها، صفقه المخاطره فيها قليله والاهداف فيها تكون بعيده جدا، يعني ده سهم استثماري 100% ومن اكثر الاسهم الاستثماريه الممتازه، بس نعرف نخشه منين ووزعنا اهدافنا بالشكل ده، يعني اهم حاجه نعرف نخش منين ونخرج منه فين. ده بالنسبه لسهم مجموعه صفوله على المدى الطويل وعلى المدى القصير، يعني على المدى القصير متوقع حركه بسيطه من سعر 39، احنا سعرنا قلنا كام؟ ننزل بس ثواني، سعرنا 39 5، ممكن يعني على المدى البسيط ممكن 40 50 صفقه مضاربيه، بس بلاش منها، خلينا احسن في الصفقات الطويله عشان نعرف نخش من اسعار كويسه وما نتعلقش في نص السهم. طيب زي ما قلنا اسعاري هتبقى من 28 ل 25 90، المتوسط بتاعي 27 مثلا او 26 50، هستهدف اول اهدافي 38 17 ثم 44 24 51 13 61 6 70، ده بالنسبه لسهم صفوله.